لا لا، سمعنا بالانسحاب والاستقاله، نعم يعني ربما هذا شان اخر، شان داخلي، يعني على مستوى الاتحاد المحلي، لا، الاتحاد الجزائري. خاصة بعد النجاح في تنظيم الشان، خاصة رشيد أوكالي اللي كان في الواجهة، الاستقالة تطرح عدة تساؤلات. أكيد أكيد، نعم يعني قبل أقل من شهرين عن انطلاق الدورة، نعم وحدث مثل هذا، يعني كان لأقل من 17 عام، نعم يعني استقالة تطرح أكثر من تساؤلات، لكن للأمانة ليست لدي يعني معطيات بخصوص هذا الموضوع. نعم الموضوع انا اتساءل، نعم اتساءل لماذا، علاش ديجا، علاش نسمعوا في الاخبار مثل هذه في الكواليس؟ نعم لا، في الكواليس لماذا لا يعلن رسميا؟ لماذا لا نسمع الخبر في موقع الفاف مثلا، نعم، او كاعلان رسمي في وكاله الانباء الجزائريه، او حتى لماذا يتم التستر على هذه القضية؟ وماذا تخفي هذه القضية؟ يقال أنه هناك خلافات بينهم وبين أعضاء الاتحاد الجزائري حاليا، أعضاء المكتب التنفيذي للفاف. لازم نعرفوا احنا لماذا، وش هي هذه الاختلافات، وش هما الخلافات، وما هو الأصل تاعها؟ لأنه أنك تستقيل حاليا بعد نجاح، يعني احنا نقولوا نجاح لو الجزائر كانت استقالة مباشرة بعد الشان، قال أنا كملت خدمتي. فوالا، كملت خدمتي، لكن هذا وكأس إفريقيا أقل من 17 سنة، على بعد شهرين، ممكن شهرين أقل، ممكن أقل من شهرين، يوم 29 أبريل. نعم، قريبة. يعني هذا شو راح تجيب ثاني شخص جديد؟ وفي الاخبار، اخر الاخبار تقول ان حكيم مدان سيتم تنصيبه يوم الخميس. نعم، ما بالناش هل راح يكون واحد، راح يكون معه، خاصه بعد ما سمح في ازدواجيه المناصب. في ما هيش ازدواجيه، كان عنده منصب، ما فيش انتخاب، ما فيش انتخاب. بينيفول، كان ستان ديبارتمون تاع فوتسال. نعم، ما فيش ازدواجيه مناصب، لكن الان نشوفه، يعني حكيم مدان نعرفه، يعني ممكن قادر على هذه المهمه، صح؟ لانه حتى كان في، لكن احنا ماذا بينا، كان 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 هو اللجنه التنظيميه، نعم، كان رئيس العاصمه هنا، نعم، يعني اللجنه تاع العاصمه المحليه. نعم، انا نستنى باللي هو يقدر على هذه المهمه، لكن حابين نعرفه ماذا يحدث في لماذا التغيير في هذا الوقت، في هذا الوقت بالذات. نعم، وان شاء الله، خاصه ان احنا خسروا وقت، لانه عندهم الان داو خبره، وكان عندهم احتكاك مع موتسيبي، واحتكاك مع فيرون، واحتكاك مع اعضاء الكاف، يعني الان يولي على الاقل وجهه يولي معروف، لما تعاود تبدل تجيب واحد جديد راح تعاود تخسر كاع هذا طبعا. نعم، حتى هما الايفواريين تحسبا اللي كان 2023 جاوا وتعاملوا كثيرا مع 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 أوكالي. نعم، يعني ماذا بهم يتعاملوا، يواصلوا التعامل معه. نعم، لانه عنده تواصل، يعني هو فك الشفره هذه تاع التنظيم. نعم، ممكن يعاونهم، ممكن فعلا. الان انا نتمنى حاجه، نتمنى انا نتمنى تكون عندنا ثقافة التصريحات هذه. نعم، لازم يكشف هو هذا المعني، باش لو يكون التصريح ويكون النشر الرسمي، احنا نغلقوا كامل ابواب الاشاعات. ابواب الاشاعات الان حد الان تبقى تأويلات، لماذا وعلاش واحد يقول، نوزعوا المهام على كاع الناس، نعرفوا. نعم، شكون السبب تاع هذا، وكل فعلا واحد يتحمل المسؤولية تاعه. نعم نعم. سفيان، كنا نتحدثوا، هل كنت تطلب بخصوص الكاف، عندك اضافه بخصوص؟ لا، انا حسب المعلومات اللي عندي انهم كاين اعضاء جدد حسوا يدرجون في اللجنه المنظمه لكاس افريقيا تاع 17 سنه. نعم نعم، انا على ما اظن مش الوقت المناسب هذا باش تدرج. كاين الاعضاء في المكتب التنفيذي الحالي. نعم، للفاف راهم في اللجنه المنظمه لكاس افريقيا اقل من 17 سنه. كان تنظيم جيد في كاس الشان الماضي، على ما اظن حتى التهنئه جات من قبل الكاف. ايه، كان يخلي الناس هذه تكمل المهمه تاعها بنجاح، وما تكونش هذه شونتاج كما نقولوا احنا، ولا على اللجنه المنظمه، ويخليوها تسير في اريحيه كما سارت في الشان، وين كان تخوف من كل الجوانب، ومن بعد مشى الشان في احسن احوال. ممكن هما تشبثوا بهذيك اللحظه الاخيره تاع التذاكر تاع النهائي. نعم، ممكن ما زيدش تحصل هذه، وراح تكون خبره، لانه ما يخفاش عليك ان عندنا سنوات ما نظمناش تهديد بالاستقاله. انا ايه، نعم ايه، تاع المكتب التنفيذي. نعم، تاع المكتب التنفيذي للفاف. نعم، امور راهي تحدث سبيانيه. على كل حال، ما تشرفش الجزائر. نتمنى تكون اراده سياسيه في الحاجه هذه، وين مادام كاين لجنه اللي راح تنظم كاس افريقيا لاقل من 17 سنه، تبقى هي وما يكون حتى خلل